بيكم في حلقة جديدة من هاني وماريا في بلد الأمريكان. حلقة النهاردة عن الدراسة في أمريكا. أوكي، أنا الحلقة النهاردة أنا يعني مش ملمة بيها قوي، بس أنا هتكلم من التجارب الناس اللي حوالينا. يمكن تكون الحلقة طويلة بس أنا هحاول أشرحها بطريقة مبسطة قوي. أول حاجة كده، الدراسة في أمريكا، الدراسة ده أنت جاي من مصر عايز تدرس في أمريكا، ده حوار لوحده، ولا انت قاعد هنا وعايز تدرس في امريكا. هنا التعليم اجباري، نقول الجمله تاني، التعليم اجباري من سن الحضانه لغايه الهاي سكول. يعني ابنك انت ملزم بانك توديه المدرسه من هو عنده 5 سنين لغايه ما يوصل عنده 18 سنه اللي هو بتوع الهاي سكول. ده اجباري ومجاني، الحكومه ما بتدفعكش اي حاجه. الطفل بيتكلف على الحكومه $10 $10,000 في السنه. كل طفل من اطفالنا ده بيتكلف من على الدوله $10,000 عشان يتعلم. طبعا انك تقدم بقى في المدرسه والكلام ده، انت جاي من مصر عايز شهاده الميلاد، عايز تطعيمات، عايز اثبات السكن، ده الحاجات اللي انت هتبقى محتاجها عشان تقدم في المدرسه. حتى لو انت جاي لسه ما وفقتش اوضاعك هنا في امريكا، من حق اولادك يخشوا المدرسه. يعني لو انت جاي ومعكش ورق وانت خلاص قررت انك تقعد في امريكا او عملت ورق بطريقه معينه، كسرت فيزا او الكلام ده، من عيالك بيبقوا من حقهم ان هم يخشوا المدرسه حتى ولو هم مش يعني مش مقيمين في امريكا. بمعنى ان هو انت معاك جرين كارد، عيالك تخش المدرسه، معاك الجنسيه عيالك هتخش المدرسه، ورقك لسه تحت النظر وتحت الفحص والتدقيق، عيالك برضو بيخشوا المدرسه. فما فيش مشكله انك انت تيجي كاسب فيزا. ما هي دي في كده، انت ما انا قلتها برضو، تحت الفحص وكاسب فيزا، برضو كاسب فيزا عامل لجوء كده بتقدر انك تخش المدرسه، ما فيش فيها مشكله يعني. طيب الشهادات كلها لازم تكون مترجمه من طب انا بتكلم، لما تيجي تخش معايا في الفيديو كل شهادات. انا لسه بتكلم، انت شفتني انا هقول ايه؟ شهادات القطعيه بالذات، الحاجات اللي احنا عايزينها من مصر عشان نقدم بيها هنا في المدرسه، عشان الاخ هنا خانقني وهو مش شايف ان كاتب ايه اصلا. بيبقى حضرتك طالب شهاده الميلاد، هتجيبها مترجمه عشان الناس اللي تقول لك بترجمها ليه، هتجيبها مترجمه، هو عايش هيعرف يحط المدرسه المصري ازاي. هتجيب شهاده الميلاد مترجمه، هتجيب شهاده التطعيمات مترجمه، ولو ناقص تطعيم على اللي هم طالبينه انت ملزم انك انت تديه لابنك هنا وتجيب ابروفل انت اديته له على السيستم، لازم يكون موجود ان هو خد التطعيم. ففي الحاله دي لو انت طبعا جاي ولسه ما فيش تامين صحي ولا الكلام ده، فانت هتدفع تطعيمات انت ايه لغايه لما ابنك يرضوا ياخدوه في المدرسه. مش بص، هو كل حاجه عندهم هتمشي الا شهاده التطعيمات دي. لازم شهاده التطعيمات دي تكون انت بتثبت له انا معايا ورقه اهو ان ابني متطعم كل تطعيمات، فده هو لازم بيكون محتاجها. لو خارج امريكا هنجيبها مترجم. في امريكا اللي هو الانيوال فيزيكال اللي بنعمله لعيالنا ده، او الانيوال بتاعهم اللي كل سنه، احنا هنا نظام في امريكا في التامين الصحي الاطفال كل سنه ليهم كشف. فالفيزيكال بيبص على العين، على النظر، على السمع، على الوزن، على التطعيمات اللي خدها ولا لا، الفلوس شطه بتاعته والكلام ده، بيبقى في ريكورد عندهم، انت الهيستوري بتاعه بتاع التاريخ الصحي بتاعه بيبقى موجود عند الدكتور، والمدرسه ليها اكسس على العيادات، والعيادات ليها اكسس انها تبعت الريبورت للمدرسه. فمش هيخش المدرسه غير بالريبورت ده بتاع الفيزيكال لو انت مقيم هنا في امريكا. لو انت جاي من مصر عشان تدخل عليك المدرسه والكلام ده، لازم تكون جايب شهاده تطعيمات مترجمه معاك. التقديم يعني في ناس يقول لك انا هاجي في شهر 3 او في شهر 4، هتدخل عيالك المدرسه برضو، وهم بيبقى عشان ما بيضيعوش على العيال سنه دراسيه، فده بيبقى يعني بيبقوا واخدينها واحده واحده واحده. عندنا نظام التعليم في البري سكول ده بيبتدي من 3 سنين اللي هو، وفي اقل كمان هو الهيد ستارت، وعندنا الابتدائي بيبتدي من سنه 5، من سن 5 سنين، وعلى حسب المنطقة أو الولاية، في ناس بتبقى لغاية سنة 5 أو لغاية سنة 6 بيبقوا الابتدائي. الإعدادي بيبتدي من سنة 6 أو سنة 7 لغاية سنة 9 أو سنة 10 على حسب المنطقة. وبعد كده التعليم الثانوي من 10 ل 12 أو من 9 ل 12 على حسب برضو المنطقة. واهم سنه بتكون سنه 11، بيبتدوا ياخدوا التستات والجي بي اي بتاعهم علشان يخشوا الجامعه. ده في التعليم اللي هو العادي، ده سنين الدراسه العاديه، ده من خلال انا كأم بتكلم فيها. طيب انت جاي من مصر
او جاي عايز تخش امريكا بقى بفيزا السياحه، بفيزا دراسه، ده وضع تاني مختلف خالص. فيزا السياحه دي سوري، فيزا الدراسه انت بتفضل امريكا عشان امريكا بلد متقدمه وعايز تيجي تقعد هنا وعايز تجيب اسهل طريقه للهجره والكلام الحاجات الظريفه دي، بس كخطواتها دي طويله قوي، تقريبا ممكن تاخد مده. اولا هو مش هيديك الفيزا الدراسه غير لمده سنه، فيزا الدراسه لمده سنه وبعد كده تتجدد، فده فيزا الدراسه. طيب اول حاجه بقى من الحاجات اللي انت جاي انت في عايش في مصر اهو وعايز تقدم على فيزا الدراسه في امريكا، مش جهجهون كده هروح اقدم وخلاص، اول حاجه لازم اخاطب انا من وانا في مصر اخاطب الجامعه اللي هنا اللي انا عايزها، انا ببقى محدده الجامعه اللي انا عايزه اروحها، اللي عايز يدرس في جورج ميسن، اللي عايز يدرس في فيرجينيا تيك، اللي عايز يدرس في ستافورد، اللي عايز يدرس في اي جامعه من جامعات امريكا بيروح يخاطب الجامعه دي. انا طبعا ما اعرفش بتخاطبوها ازاي عشان اكون امينه معاكم، بتخاطب الجامعه بتجيب اللينك من على النت مثلا على حاجه وبتخاطبها، انا عايز ادرس عندكم الشهاده دي وانا اصلا مثلا خريج ثانويه عامه او خريج جامعه فلان الفلانه الفلانيه بتقدير كذا، عايز اعمل ماجستير او دكتوراه عندكم في امريكا، او عايز اعمل ادرس بعد الثانويه العامه في امريكا، ده اللي انت هتقدر تعمله. طيب فيزا الدراسه في امريكا لازم يكون عندك مقدره ماديه، لان هو هيسالك ان على الاقل اول سنه دي تكون انت دافعها او انت هتدفعها ازاي. طب ما انا فرحتي انا هديك الفيزا هتدفعلي فلوس الجامعه ازاي، هنا الجامعات بفلوس وغاليه جدا. اوكي نقطه بقى مهمه هنتكلم فيها، الجامعه غاليه جدا، جامعه غاليه جدا، اغلبيه الامريكان ما بياخدوش جامعات، بيبقى هاي سكول وخلصنا، يعني لان هي غاليه فما بيرضوش يعني يقول لك هي شغلانه وخلاص، مثلا يعني نقول مثلا نسبه 40% من الامريكان بيعملوا كده. الجامعه هنا غلوها في حاجه واحده، انت ابن الولايه اللي فيها الجامعه دي ولا لا؟ لو انت ابن الولايه بتبقى ارخص من اللي جاي من ولايه ثانيه. اللي جاي من ولايه ثانيه دي مثلا احنا هنا في فيرجينيا عندنا فيرجينيا تك، اللي جاي من نورث كارولاينا لفيرجينيا تك هيتحسب اغلى من اللي عايش في فيرجينيا ورايح فيرجينيا تك. لو انت بقى في مصر وجاي فيرجينيا تك، لا بقى انت حسابك حساب، انت انترناشونال ستودنت فبتتحسب بفلوس اكتر، الانترناشونال بيتحاسب اغلى، الانترناشونال بيتحاسب اغلى. وهنا لازم تكون مبين له انت هتدفع ازاي، انت بتقدم على الفيزا انا معايا مثلا في البنك 30000 دولار ده اللي هتعلم بيهم مثلا، مثلا يعني طبعا هو السمستر بيبقى بيتكلف اكتر من كده، فالدراسه هنا مكلفه غاليه جدا، فانت بتشوف بتبين له بتثبت له انت تدفع. وعلى فكره في بعض الكليات اللي كان انا شفت ناس بتقدم على فيزا دراسه هو هيحجز الفلوس دي من حساب الاكونت انت هتكون مقدمه، يعني انت مثلا هو قال اول سنه دي هتكلف 30000 دولار، فانا عايز 30000 دولار قبل ما اسلف، فهي هتعمل هولد للاماونت الموجود في البنك على 30000 دولار. كمان ميعاد التقديم، يعني ميعاد التقديم بتاع الدراسه اللي انت في مصر وعايز تيجي هنا، فالدراسه هنا بيبقى سمسترين، سمستر في الصيف وسمستر في الشتاء، او تقديم في الصيف وتقديم في الشتاء مثلا. ففي تقديم بيبتدي من شهر 9 لشهر 12، وفي تقديم بيبتدي من شهر 5 لشهر 8. فنخلي بالنا من فرق التوقيت ده، مش زينا في مصر مش شهر 9 تبتدي تقدم، لا ولازم انت كطالب جامعه تستعد قبلها بسنه، لان هو بيطلب تستات وحاجات وحاجات معينه والكلام ده، وبيشوف درجاتك والكلام ده، فلازم تستعد قبلها بسنه عشان لو انت عايز تقدم على فيزا دراسه هنا في امريكا. فكمان هو في الجامعه بيطلب منك اخر شهاده دراسيه انت عملتها، مثلا لو انت بكالوريوس بيطلب منك اخر شهاده بكالوريوس اللي انت خدتها دي بتكون مترجمها ومستعد فيها ان انت تقدمها له، طبعا بالدرجات بتاعتك لان ده كل ماده انت درستها بالكريدت، وطبعا بتختلف من الجامعه اللي انت شغال فيها او اللي انت متخرج فيها في مصر دي معتمده ولا مش معتمده. احنا الثانويه العامه بتاعتنا في مصر معتمد بيها، بعض الجامعات معترف بيها وبعض الجامعات لا، مش كله زي بعض. معادله الشهاده بتاعتك طبعا انت هتعادلها فين، دي انا مشكله انت واجهتها، انا لما جيت هنا كنت جايبه ظرف الدرجات بتاعي من الجامعه ومترجماه، طبعا الظرف مش مقفول، فهو لازم انك تبعت الظرف بتاعك من مصر لامريكا هنا للجهه اللي هتترجمه لك بيكون مقفول بمصاريف الترجمه، هي اسمها ويس دبليو اي اس، ده الشركه بيبقى في نيويورك دي اللي بتترجم الشهادات بتاعت
يعني الشهادات الدراسية بالترجمة. فده كانت المشكلة بتاعتي، انا كنت جايبة الظرف مفتوح فما رضوش ياخدوها، او هاني بيقول لي ما رضوش ياخدوها هو عشان مش عايزني اترجم الشهادة. بس انا يعني ايه بقول لكم الحوار، بعض الجامعات بتطلب منك حاجتين عشان انا اعرف انت جاي تدرس عندي، فانت الانجليزي لازم يكون كويس. انا بتطلب امتحان التوفل، وده امتحان صعب ومكلف. امتحان التوفل هنا ده الاعاقه في كل المهاجرين، هنا امتحان التوفل مش سهل. هو امتحان لغه بس صعب. ففي بعض الجامعات بتستغنى عن التوفل ده بحاجه اسمها الاي اس ال، اللي هو انجلش از سكند لانجويج، لازم تبقى امبروف، اللي هو ايه انك انت بتقدر تتخطب اللغه الانجليزيه بشكل جيد بمستوى كويس عشان يقدر يخليك يخليك انك ايه تدرس عنده هنا في امريكا. الاجراءات انك تاخد منحه دراسيه دي طويله جدا، انك تاخد منحه دراسيه. طبعا مصر امريكا كل سنه بتبقى طالبه منح، بتدي منح دراسيه، وممكن تخش السفاره الامريكيه تسال ايه المنح الدراسيه السنه دي الموجوده. دي المنحه دي هتوفر عليك فلوس، يعني هي هتوفر، انت مش هتدفع من جيبك انك تروح تدرس امريكا، لا ده هو بيديك منحه، وبعد ما بيخلص الجامعه عنده ممكن يشغلك، وممكن كمان في الحاله دي انك تقدر تعدل وضعك او توفق اوضاعك وتقدر تعيش هنا بشكل قانوني في امريكا ممكن. بس دي في حاله نادره يعني، نتكلم فيها بصراحه، دي في حاله نادره بقى لما تبقى ايه، لو الشركه طلباك، يعني لو انت مثلا بتشتغل في الاي تي او في السكيورتي بتاع الاي تي وحاجه مهمه قوي في الشركه ودماغك سمارت والكلام ده، ممكن يقعدك بشروط الجرين كارد والكلام ده، ممكن يديها لك اسهل من تكون انت جاي باخد تدرس هنا. تبقى مختلفه الدراسه هنا، مش مثلا يقول لك انا هاجي ادرس في امريكا، لا الدراسه هنا مش هتديك الإقامة، لكن لو أنت معاك منحة دراسية من الأمريكا بتوفرها للدول العالم، هو كل مثلا سنة زي الهجرة العشوائية كده يقولك أنا هدي 20 منحة في مصر، اختار لي 20 حد دي له المنحة دي مثلا. فلو ربنا أراد واختارك من 20 ده، أنت فيما بعد ممكن تقدر أنك تاخد الجرين كارد وتوفق أوضاعك وتقدر تكون مهاجر هنا مش جاي للدراسة بس. الجامعات هنا في امريكا بتنقسم لحاجتين، الكوميونتي كوليدج اللي هي زي نوفا وموجوده هنا في فيرجينيا زي نوفا، دي مدارس يعني كدرجه تعليميه قليله بتسميها معهد، ما بتديكش درجه البكالوريوس، ما بتديكش بارشل ديجري زي المعهد كده عندنا في مصر، بس دي تكلفتها قليله، كتكلفه قليله عن تكلفه الجامعه. الجامعات بقى اللي هي فيرجينيا تك، يونيفرسيتي اوف فيرجينيا، جورج ميسن، دي جامعات مرموقه، جامعات بتكون درجاتها العلميه عاليه، يعني بيبقى زي مثلا جامعه القاهره وجامعه عين شمس والجامعه الامريكيه مثلا، زي حاجه زي كده. فالجامعات دي بتكون غاليه، وزي ما انا قلت الطالب اللي جاي من الولايه هيكون ارخص من اللي جاي من ولايه ثانيه، هيكون اللي جاي من ولايه ثانيه هيكون ارخص من اللي جاي من مصر يتعلم. فده تلات حاجات. اغلبيه الناس اللي بتبقى جايه ورسما هي جايه مثلا فيزا سياحه وعايزه تكمل دراستها، او جايه جرين كارد والكلام ده وعايزه تيجي تقعد هنا، اول سنه من مجيهم ما بيخشوش الجامعه. ليه؟ لانك انت لو جيت اول سنه بتتحاسب على انك طالب اجنبي، دي نقطه برضو. فالطالب الاجنبي مش هتقدر ان انت تاخد السكولارشيب او اي منح او اي معونات هتقدمها لك الحكومه او الجامعه عشان تقدر تدرس. ما هو هنا برضو الدراسه ممكن تعمل السكولارشيب، تقول انا عايز ادرس بس انا دخلي مثلا 10 قروش، فانا عايز ادفع جزء من ال 10 قروش دول. في واحد انت بتعمل ابروف لدخلك، في واحد مثلا دخله 20 او 30 الف، في واحد مثلا يعني 20 او 30 مش 10 قروش، 20 قرش 30 قرش غير ال 10 قروش. فهو لما بتقدم على حاجه اسمها سكولارشيب ممكن يدي لك تخفيض من ثمن السمستر اللي انت بتاخده، او ثمن الماده اللي انت بتاخدها، او ثمن الدراسه اللي انت بتدرسها. كمان الطالب اللي بيجي من الدوله العربيه لمصر، من زي مصر مثلا لامريكا، هو ملزم باثبات التامين الصحي ليه. يعني انت مش هتيجي كده لا انا لو سمحت اثبت لي ان انت هيبقى معاك تامين صحي، فانت متكلف يعني، عشان انت شايفين القوانين اللي بتحصل كل يوم، هو لغى حكايه الولاده، هو ما فيش حد يجي يولد ببلاش، اهو نفس القصه، انت مش تيجي تتعلم وجهز او كمان تيجي تعي انا جاي اكشف عنك ببلاش. فانت ملزم بالنفقه الصحيه او التامين الصحي، انت ملزم بيه. الفرص كتيرة قوي هنا لدراسة الدكتوراه والماجستير، الناس كتيرة بتعملها جدا، بيبقى جايب البارشال ديجري بتاعه معاه في مصر وبيقدم على الدكتوراه والماجستير هنا، وفرصها كتيرة وشغلها كويس بعد ما بتدرس والكلام ده. وفي بعض الجامعات بتوفر لك
يعني انك تشتغل بعد ما تخلص دراسة، والكلام ده مش كل الجامعات بتعمل كده، ومش طبعا مش كل الوظيفة اللي انت هتجيلك هترضى بيها او لا. يعني مثلا هاني لما كان هنا في الجامعة جابوا له وظيفة في لوس انجلوس بمرتب اقل مثلا من اللي كان بيشتغله هو، يعني هو هاني ما بيشتغلش بالديجري بتاعه هنا في امريكا، فالمرتب مثلا ساي كان 10 قروش بتاع ولاية تانية، ف10 قروش هنا انا باخد 30. طب 10 قروش ده وانا متخرج بشهادة، انما ال 30 ده وانا مش بشهادة. فده ده كان موقف احنا قابلناه في حياتنا يعني. فهو هيجيب لك وظيفة، هل انت هتقبلها ولا مش هتقبلها، هل الوظيفة دي كويسة ولا مش كويسة، دي حاجة بقى ترجع لك، دي حاجة بينك وبينه. طيب هو انا عشان اقبل في جامعة لازم هعدي اختبارات معينة. هنا في امريكا في 3 اختبارات للجامعة، حاجة اسمها سات اس اي تي، وفي حاجة اسمها جير جي ار اي، دي للدراسات العليا يعني دي زي الماجستير والدكتوراه والكلام، وفي حاجة تانية اسمها جي مات، مش يعني سامحوني لو نطق غلط، انا من انا عملت عليها سيرش، ف جي ام اي تي، ده برضو للدراسات العليا. دي التستات، هو عشان اخش الجامعه لازم في اختبارات للجامعه، يعني مش لا مش جهجهوني كده زي مصر احنا بنخش خلص ثانويه عامه التنسيق بيحولك الجامعه، لا هنا في اختبار انت اذا كنت هتقدر تخش الجامعه دي ولا لا. وعشان كده انا بقول لك لما تيجي تحضر لو انت جايب فيزا دراسه لازم قبلها بسنه عشان تكون بقى تقدر الامتحانات بتاعتك والحاجات دي، وتقدر انك تخش على سنه دراسيه جديده فريش يعني. وهقولها للمره المليون، لازم تكون سنه تفكير. يعني مثلا انت عايز تخش في 2020 مثلا الجامعه في امريكا، لازم تكون محضر لها من 2019 او 2018 كمان، لان يعني الامتحانات دي بتاخد مده هنا انك تخش الامتحانات، ورق يروح وبلد يجي، وهنا البلد دي ايه ورق ورق بلد شهادات صحيح دي بجد هي مش بلد شهادات، هي بلد ورق يعني، اهم حاجه الورق، والورقه دي رايحه منين، والورقه دي جايه منين والكلام ده. فده هم عندهم قوي حكايه الورق دي مهمه. في السفاره الامريكيه في مصر بتعمل 3 انواع فيزا عشان لو انت عايز تخش فيزا دراسه. عندك الاف 1 دي الدراسه الاكاديميه اللي هي الدراسه بتاعت الجامعه، ودي منتشره جدا. الاف 1 دي الاستماره بتاعت الاف 1 دي منتشره جدا، اغلبيه الناس اللي جايه دراسه بتاخدها. طبعا الخليج من اكتر الدول اللي ليها منح دراسيه هنا في امريكا، يعني انا عن نفسي بشوف طلبه من السعوديه كتير جدا ومن الامارات كتير جدا، وتلاقيهم بيبقوا جايين قاعدين في اوضه مع بعض وبيعملوا شوبينج مع بعض وبيبقوا خارجين مع بعض، وبيبقى منطقتهم قاعدين في الكسندريه وارلينتون لانهم قريبين للدي سي والجامعات اللي بيكون هناك. في حاجه كمان ام 1 دي اللي هي الدراسه بتاعه الحرفه، اللي هي زي احنا بنقول زي ايه المهن الحرفيه او الصناعيين، الحاجات اللي بتشتغل بايدهم دي حرفه، يعني زي الرخصه اللي احنا بنقول. كان حد بيسالني على الرخص دي، برضو ليها فيزا اسمها ام 1 دي، لو حد بيسال عن انواع الفيزا اللي بيخش بيها امريكا. في حاجه كمان اسمها جي اي، دي اللي هم بتوع التبادل الثقافي بين الدول تبع البروجرامات. احنا طبعا بتشوف الامبسي في كل دوله، مثلا لو انت بتعمل اعمل لايك كده على الامبسي ايجيبشن امبسي بتاعت امريكا اللي هي بتاعت يو اي اس ام بي في القاهره، بتاعت السفاره الامريكيه في القاهره، هيودوك ايه الحاجات اللي عندهم في التبادل الثقافي، هم عايزين ايه في المنح والحوار ده. فدول 3 انواع مهم قوي في انواع الفيزا، اشهر واحده والاغلبيه العرب بياخدوها الاف 1. فانت ممكن تدور عليها وتشوف هي طلباتها ايه لو انت حابب انك تيجي تدرس هنا، بس بشرط انت بتوفر له او بتديله اثبات ان انت انا هدفع المبلغ ده عشان ادرس عندك في امريكا. هو في الفيزا الدراسه بتبقى لمده سنه وبعد كده قابل للتجديد. وانس بقى ان انت خلصت كل ورقك وكل الحاجات، وخطبت الكليه واخترت الكليه واخترت الشهادات وعملت له ابروف وكل حاجه، فبيدوك حاجه اسمها استماره اي 20 اي 20 دي، خلاص يعني انت خلاص دخلت امريكا، يعني الفيزا اللي هي الاستماره بتاعت الفيزا، احنا يعني انت خلاص يعني وافقوا عليك بالمعنى ده يعني. فانت هتعمل الاستماره دي فيها حاجتين، الرموز الفلوس اللي خاصه بالجامعه والفلوس اللي خاصه بالحكومه، يعني الحكومه هتاخد فلوس والكليه او الجامعه اللي انت داخلها دي هتاخد فلوس. فدي خلاص انت وانس انت وصلت المرحله دي بتروح بقى السفاره وبيختموا لك الباسبور وبيدوا لك الفيزا والحاجات الظريفه دي، ولازم بيكون انت منسق معاهم ده. عشان كده من الحاجات المهمه انا قلت لك انت هتكفر الكارد ده ازاي، او هتكفر هنا العيال اللي هم خلصوا ثانويه عامه بيخشوا الجامعه بياخدوا كروت، فانت هتكفر الفلوس دي ازاي؟
هو هنا احنا قلت التعليم مش مجاني، تعليم الجامعة مش مجاني، تعليم الجامعة بفلوس وفلوس كتيرة جدا. والفيزا دي بتبقى تقريبا اول ما بتاخد الاستمارة دي انت بتسافر بعدها باربع شهور، يعني النقطة دي برضو مهمة، انت بتسافر في اربع شهور ما بتقدرش مثلا انك فعشان كده انك تستعد قبلها بسنة عشان تقدر تيجي في الوقت بتاع الدراسة، ده مهم جدا. فيزا السياحة، فيزا الدراسة ما بيسمحلكش انك تشتغل، يعني خلي بالك من النقطة دي، بيخليك تشتغل حاجة اسمها بارت تايم يعني اقل من 20 24 ساعة ماكسيمم، ده اللي هو ممكن يسمح لك بيه، لكن تشتغل فول تايم مثلا او تاخد بنفيت والكلام ده لا، انت جاي دراسه مش جاي انك تشتغل وتاخد فلوس مني. فخلي بالكم من النقطه دي برضه عشان محدش يقول لك طب انا اخش دي الفيزا واضحك عليهم، لا مفيش، اصل الكلام ده ما بيضحكش عليهم هنا، انا ما اعرفش اضحك عليهم، وخاصه في القوانين اللي تطلع كل دقيقه والتانيه دي، يعني ربنا يعني يسترها علينا. انا كده خلصت حكايه الدراسه في امريكا، هي متعبه وعايزه بحث وتدقيق شويه، انا عشان انا سالت السؤال ده فانا حبيت ارد الفيديو. هو حوار ومشوار كبير قوي حكايه الدراسه في امريكا، ف بصوا على لينكات، بصوا على السفاره الامريكيه ممكن تساعدكم لو حد بيفكر انه يدرس هنا، بصوا على الجامعات الموجوده هنا زي الجامعات اللي في كل ولايه، شوف اشهر جامعه انت عايز تخشها ايه هنا او كده، ولو انت عايز تيجي فيزا دراسه لازم تدرسها صح، لازم تدرسها صح. هم هنا هياخدوا فلوس منك اول ما بتيجي، انك لازم يامن هو اول سنه تدفعها ازاي، فهو لازم ياخد منك اول كورس بتاع السنه ده لازم هياخده. فربنا معاكم ويوفقكم، واتمنى الحلقه تكون تعجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى نشوفكم في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلاد الامريكان. باي.